منذ سن 23 يعاني محمد من مرض نفسي. قصته بدأت بالوسواس القهري، ليتطور المرض اليوم بعد 6 سنوات إلى مرض انفصام الشخصية، السكيزوفرينيا. أنا فقت بعلون، أنا اللي اسمها فقت باللي أنا مريضة بالحالة النفسية، وصحت الدار هما اللي جابوني لهنا، كي شافوني مقلق وما على جال هاد الحالة اللي تقول لي دير روح قول لهم هاكا، روح قول لهم هاكا، روح قول لهم هاكا. من هذيك الحالة جا كانت تقول لي قول هكذا، روح قول له هكا كلها تقوى عليك. هذيك الحالة تخوف، أنا نخافها، حاسك شو راح نموت موتة بشعة، وما نديرش واش تقول لي، نحس روحي راح نموت موتة بشعة، نخاف، نفسي تولي شغل خفيفة، مباليش قلبي نحسو معلق، خيفة شغل تبدل كامل، نولي ماشي كيما دوكا إنسان طبيعي. الشاب ذو 29 سنة تقبل مرضه، وهو اليوم يتلقى العلاج بمستشفى الشراقة للأمراض العقلية. مثل محمد يعاني العديد من المرضى من السكيزوفرينيا، غير أن المصير مختلف، إذ يطلق عليهم المجتمع تسمية المجانين، فيصنفون في خانة النسيان. كذا كنقولوا مهبول، يعني سا دوفيان ستيغماتيزاسيون، سا دوفيان شغل انعزال، انعزال، والانعزال تاعو يزيد على الانعزال تاع المجتمع. فهمتني؟ المجتمع اللي يخليه ينعزلو وما يعطوهش الضوء وما يعطوهش أهمية. فهمتني؟ دونك يفو با كن مرض لازم له علاج، وفي أقرب وقت. الاهتمام بهذه الفئة من المرضى يتطلب تضافر جهود الجميع لتوجه المريض نحو العلاج. عندهم 3 طرق للمعالجة. أولاً لما يجي المريض بمحض إرادته، يعني فولونتير، هو يقول بلي يعني نعاني، عندي مشاكل، حبيت نداوي. حالة ثانية لما الأهل يكونوا يعانيوا من تصرفات المريض، يجيبوه يعني المرافقين. ثالثا لما المريض يقوم بتصرفات غير سليمة، والعدالة عن طريق مصالح الأمن هما اللي يجيبوا المريض إلى مصالح مستشفى محفوظ بالسبسي بالشراقة. كلما كان التكفل بالمصاب بسكيزوفرينيا مبكراً، كلما زادت فرص شفائه. المعاناة معاناة المريض وعائلته، ومسؤولية التخلص منها مشتركة.